صارت في الهشيم. وقد نبه السيد السيستاني على هذه القضية منذ عام 2016 عندما قال بأن المعركة التالية هي معركة ثقافية، والسبب لأنه رجل دارس لتقلبات المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية، يعلم بأن الذين يحاربون الفضيلة في البلدان الإسلامية يعرفون أن هناك وسائل متعددة للقضاء على الفضيلة، فإذا استعمل منهج وفشل لابد أن ننتقل إلى المنهج الآخر، أو كما يعبرون عنه في بعض الأماكن إلى الخطة رقم أو الخطة عفوا الخطة باء اللي هي الخطة الاحتياطية. فكانت حالة الغزو الفكري هي الخطة باء في التصدي لما وقع في المجتمع العراقي وفي غيره من المجتمعات. لا يقول شخص أنه فقط المجتمع العراقي يتعرض لهذا، لا، وإنما لأن المجتمع العراقي مجتمع حي ومجتمع حميمي ومجتمع متعطش ومجتمع يتأثر ويؤثر ويتفاعل بشكل واضح، وكل الناس من كل الجنسيات سواء كانت عربية أو غير عربية تعلم أنه إذا تم بث شيء يناسب أذواق المجتمع العراقي أو جهات في المجتمع العراقي ستجد المجتمع العراقي مؤيدا له ومساندا وبشكل كبير جدا، حتى أن الكثير من الحسابات من القنوات موجهة بشكل واضح إلى العراقيين بالخصوص وليس إلى غيره. وأنا أتابع طبعا، وجدت العشرات من القنوات لبعض الأخوة العرب لا يتحدثون عما يحصل في بلدانهم، لا، يتحدثون عما يحصل في العراق، عن الدوري العراقي، عن المنتخب العراقي، عن المنتخبات الأخرى، لأن المجتمع العراقي يتفاعل بشكل واضح مع الذي يهتم لما يهتم له. طيب، هذه الأمور ليست مرفوضة بالمطلق ولا مقبولة بالمطلق، لأنها إذا كانت في المباحات أو حتى في المستحبات وما شاكل ذلك يعني، وعادة هذه القضايا تكون ماذا؟